حفل شعيب منوره الدنيا. ورايك في رمضان السنه دي والموسم الدرامي تقولي عنه؟ لا والله ما اتفرجتش خالص على اي حاجه بامانه بعد رمضان بقى ان شاء الله. ايه سبب امتناعك بقى؟ يعني موسم عباده لا عشان طبعا في على فكره الليل بقى قصير قوي ما بتلحقش تعمل فيه حاجه، فعبال ما بتخلص صلاه المغرب بتخش في العشاء في التراويح قراءه القران الكريم بيجي عليك الفجر خلاص خلص الليل فمش هتلحق تعمل اي حاجه. اللي سمعتي عنه انه جامد وحابه تتابعيه بعد رمضان؟ والله انا ما اعرفش الناس متابعه ايه اسمها نسيت مره حكايه مره محمد رمضان ما يعني يمكن ياسر جلال قالوا لي كويس قوي ما بس ما اعرفش والله ما سمعتش هم دول اللي سمعت عنهم. رايك في موضوع المقالب اللي بينتشر في الفنانين في رمضان ده تقولي عنه ايه؟ شايفاه بجد ولا اشتغالات؟ لا ده بجد على فكره ما بيعرفوش حقيقي مش رامز لا ما بيعرفوش لا ده هو بتاع المقالب بس هو رامز دمه خفيف والناس بتحبه على كده عايزين نعرف بجهازي ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله بعد رمضان بقى نتقابل ان شاء الله ونتكلم ونقول بقى باذن الله ان شاء الله. شكرا.